ابن عبد العزيز، حياك الله سمو الامير ونرحب فيك. انت ما شاء الله ما انت بغريب عن هالفرصه. الله يحييك، ولا انا بغريب عليك ولا انت بغرب علي. الله يحفظك سمو الامير. اليوم بالتاكيد هذا الالتقاء باصحاب السمو الملكي الامراء واخوانهم ايضا المواطنين في ميدان الملك عبد العزيز من خلال هذا المهرجان الكبير، مهرجان كؤوس الملوك بنسخته الرابعه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. حقيقه هذا كرنفال رائع واكثر من رائع، والحمد لله انه تجديد لذكرى ملوكنا وقياداتنا. حقيقه الشكر موصول لكل من قام عليه، ببدا الفكر خادم الحرمين الملك عبد الله رحمه الله عليه، الامير متعب الله يطول عمره، ومولاي خادم الحرمين الشريف الملك سلمان. والحمد لله هذا تجمع حقيقه يفخر فيه كل واحد. ومن المصادفات السعيده الجواد اللي كسبه اليوم سبق ونحققه من سنتين، وهذا الحمد لله شيء طيب. والشيء السعيد انه رفع الجوائز، تطور النادي بقيادة الأمير بندر بن خالد الفيصل، وكلكم العاملين، حتى أنتم الإعلام حصل عندكم تطور في قناتكم، وإن شاء الله نأمل أن يكون أكثر وأكثر، وإن شاء الله يكون ميداننا يعني يضاهي ميادين العالم كجوائز وكقيمة وكنوعية خيل. إن شاء الله غبت عنا يا سمو الأمير. لا ان شاء الله اقرا وعدكم السنه الجايه ان شاء الله. اكيد ان شاء الله بحول اللي ما تنام عينه. بالعكس عودتك مهمه. ولا الوسط الفروسي اخواننا وحبايبنا، حتى لو غبنا عنهم يظل بيننا المحبه والتقدير والحمد لله. متعب الشمري وسعود المغيره في الاستوديو يقولون متى عوده اسطبل الامير السلوي بالنسبه عليهم. متعب وسعود ربعنا، والله ان شاء الله نوعدكم السنه الجايه، السنه ما في شيء يا اخوان. ويقول طيب دبي. والله دبي لا، كلها السنه الجايه ان شاء الله. الله يرفع قدرك. ولو على الحقيقه اي واحد يمثلنا في دبي ترى كلنا سعوديين. اي جواد يمثلنا في دبي كلها لنا، كلها باسامينا. شكرا لك. تحياتي لاخي متعب ولاخي سعود المغيري. وايضا تحيه ناصر سقيه. ونعم اسمك ناصر سقيه، وان شاء الله تحياتي له، يكون طيب وبخير هو. ابرك ساعه، والله يوفقكم لما يحبه.